السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف مع بعض دلوقتي امتحان الميد ترم الخاص بمادة الظل والمنظور اللي احنا كنا اشتغلنا عليه واللي احنا لسه هنكمل عليه، عشان احنا هنكمله ان شاء الله كشيت هنسلمه بعد العيد. عاوزك بقى تركز معايا وتجيب ورقة وقلم عشان تاخد تعليقات بوينتس كده هنتكلم عليها، فدايما تكون انت معاك ورقة وقلم عشان ايه ما تتوهش مني. طيب هنشوف مع بعض الامتحان. الامتحان كان عبارة عن ورقتين. الورقة الأولى كانت عبارة عن إيه؟ الورقة الأولى اللي فيها السؤال الأول كان مكونة من أ و ب، تمام كده؟ أ كان عليه 10 درجات و ب عليه 5 درجات، من أصل 30 درجة. طيب آخد بالي بقى إن الامتحان بتاعنا عليه 30 درجة، أعمال السنة بتاعتنا عليها 90 درجة. الامتحان 30 من 90 وستين درجة على الشغل بتاعنا اللي هو هيبقى على مدار الترم بحاله اللي احنا اشتغلنا عليه ولسه بنكمل فيه، سواء الشغل اللي احنا عملناه كان شغل فردي، سواء اللوحات اللي احنا عملناها، الشتات اللي احنا عملناها، الكتب اللي احنا بدأنا نلخصها ونشوفها، تمام، الكويزز المختلفة اللي احنا اشتغلنا عليها وهكذا. طيب وفي عندي 60 درجة على الامتحان الفاينل، يبقى ديت توتال الدرجات بتاعة المادة بتاعتنا 150 درجة. 60 درجة امتحان نهائي، 90 درجة أعمال سنة، 90 درجة دي متقسمة 30 و60، 30 امتحان و60 عبارة عن أعمال سنة. طيب يبقى أول حاجة في السؤال الأول من خلال المشروع التالي أعد رسم مبدئي في الأبعاد، ثم ارسم الظل والظلال الواقع على الواجهة الأمامية ومسقط الأفق. أهو في عندي واجهة وفي عندي طور بلان، لازم أول حاجة أتخيل الواجهة مع بلان، تمام، أركب كده الاتنين على بعض كصورة بصرية في دماغي وأشوف الظل هيبقى شكله عامل ازاي. لازم يركب في دماغي الغاطس وايه البارز، يعني السي ده عباره عن تجويف في الحيطه اللي هو ده، تمام كده، وفي عندي جزء طالع شويه، تمام، اللي هو يعتبر ده وكانها جلسه الشباك، هو الكلر تاني اهو بس بلز اكتر، ها هنا بلز عن الواجهه وبرده في جلسه شباك، يبقى الجلسه انا هو جوزها غير هنا، تمام كده، يبقى ده هيرمي ظل على الحيطة، أما ده الحيطة هترمي ظل عليه، يعني لازم أنا أتخيل إيه البارز وإيه الغاطس نتيجة إن أنا هركب الواجهة مع البلان في دماغي عشان أعرف إيه الغاطس وإيه البارز وأتخيل بشكل مبدئي الظل هيبقى عامل إزاي. نفس الكلام ده كله عبارة عن تجويف في الحيطة أهوت، إنه باب وفي شكل كده اللي هو سلندر، شكل أسطواني طالع معايا أهو نص دايرة، شايفينه؟ تمام، هنا برضو في عندي شكل نص دايرة داخل لجوه، وفي شكل نص دايرة خارج لبره، فأصبح ده مختلف عن ده، الخطين دول ده جلسة شباك، أما الخطين دول جلسة شباك تانية، بس هنا خطوط متوازية، ها طالع بالشكل ده، أما هوت طالع منحني نص دايرة، ده الفرق بين الاتنين. طيب وهنا في خط دوتت ما أحطه في الاعتبار اللي هي الجزء الطاير اللي فوق دماغي ده أهو، تمام كده يا شباب؟ نفس كلام الشباك دوت اللي هو داخل كده، سواء شباك أو باب يعني، تجويف داخل في الحيطة بالشكل ده. مهم قوي اتخيل الشكل، مهم قوي قوي اتخيل ده قبل ما اشتغل. طيب السؤال الاول ب اللي هو عليه 5 درجات، ده عباره عن منظور بقى، منظور عن طائر خارجي 3 نقاط هروب، كل مطلوب بس ان انا هرسم منظور بخطوات، خطوات ان كل الخطوط اللي عندي نوت رايحه لزل واحد او رايحه لزل اتنين او رايحه لزل تلاته او خطوط عموديه، تمام كده يا شباب؟ يبقى دي بس احنا زي ما عملنا كده في الكويس المختلفه، ان انا ازاي اطلع الاسكتش مظبوط، ازاي كل النقط بتاعتي او كل الخطوط بتاعتي رايحه على نقاط محدده، تمام كده، قلنا زي زل واحد وزل اتنين وزل تلاته، الارضيات، السلالم، تمام، التبليطات، الشوارع، كل حاجه، الشجر، عماده الاناره، اي حاجه انت بتفكر فيها رايحه على زل واحد او زل اتنين وزل تلاته، ده عامل مساعد نتيجه ان في عندي، تمام، سلم، في عندي ارتفاع، في عندي قايمه ونايمه، تمام يا شباب. كنا عملنا تمرين شكل ده، فكرة بقى الرأس الفيرتيكال ده عشان أعرف أظبط فكرة القايمة والنايمة تطلع مظبوطة، تمام، فعشان كده عملت الخط الإيه اللي هو سل تلاتة ده. طيب هنشوف بقى بقية السؤال. في عندي سؤال تاني مكون من أ و ب، برضو أ عليه 10 درجات و ب عليه 5 درجات. أ كان في عندي واجهة أمامية وواجهة جانبية وموقع عام أو بلان، تمام، عاوز تخليه موقع عام، اوكي موقع عام، بس خد بالك هنا المرسوم ده دوتد، لو انت عاوز ترسمه يعني الجزء ده سوليد ماشي، عاوز ترسمه دوتد وبعد كده هتسقطه كموقع عام تحطه في الاعتبار ماشي، يعني هنا يعني ايه، طبعا هو صح لو انا ده هعتبره موقع عام يبقى انا ده هترسم كله بالتفصيل مش كده، اللي هو الاوت لاين موجود عندي في النهايه فوق. طيب هرمي ظل لايه؟ هرمي ظل للواجهه الاماميه وهرمي ظل للموقع العام، عشان كده قلنا المسافه بين الواجهه الاماميه والموقع العام اللي هو لاي اوت
مسافة بين الإيفيجن واللي أوت على قد ما أقدر أحاول أبعدهم عن بعض عشان الظل كله يجي في الأرض، تمام كده؟ طب ليه بحط بواجه جانبية؟ هل محتاجة ظل؟ لا أنا مش محتاج ظل بواجه جانبية، أنا بحطها زي التمرين اللي كنا عملناه قبل كده أهوت اللي هو كان في قطاع التشريح الجانبي، عشان أنا هستغل برضه بواجه جانبية إن هبدأ إن أنا أسقط عليها أشعة شمسية وأشوف الظل هيجي في الواجهة الأمامية إزاي. يبقى أنا بحط الواجهة الجانبية كعامل مساعد، تمام، عشان أشوف الظل الواجهة الأمامية هيجي إزاي عشان يساعدني مع البلان أو اللاي أوت الموجود عند تحت. في كده يا شباب، يعني أنا مش محتاج أرمي الظل ده، لكن كل اللي محتاجه بدوت نترسم عشان يطلع الظل بتاعي مظبوط، تمام، عشان في بعض الظلال هجيبها من المواجهة الجانبية عشان حتى لو أعرف أجيبها من تحت يبقى أعمل تشيك من المواجهة الجانبية. طيب، وطبعا برسم بضعف الأبعاد، دايما بتعود نفسي على كده، دايما في الامتحان سواء من الترم أو الفاينل برسم أقيس المقاسات وأضرب في اتنين. السؤال التاني بيه عليه 5 درجات، يبقى كده التوتال بتاع الظل عليه 20 والمنظور عليه 10، 5 و5. طيب السؤال التاني اللي هو بيه عليه 5 درجات عبارة عن منظور عين إنسان داخلي نقطتين هروب، اللي فات كان 3 نقاط هروب، يبقى ده اختلاف ما بين ده واللي فات، تمام، يبقى ده نقطتين، التاني كان 3، تمام، وكان في اختلاف، التاني كان خارجي أما ده داخلي، مش كده؟ يبقى أصبح دلوقتي دي مهارة، ها، والناحية التانية مهارة تانية خالص. انا عايز اقول لك كمان ان ده عين انسان، ده بقى اختلاف التالت، والتاني كان ايه؟ كان عين طائر، مش كده؟ ودي كلها اختلافات ما بين المنظورين. يبقى اصبح دلوقتي دي مهاره والتانيه مهاره تانيه مختلفه عنها تماما. فكره عين الانسان وعين الطائر انا هحط بشوف منين، فكره الداخلي والخارجي انا جوه ولا بره، وفكره كمان هو كام نقطه هروب، 2 ولا 3 ولا 1، تمام كده؟ فدي كلها مهارات بتختلف من حد لايه للتاني. يبقى برضه مطلوب مني ان انا كنت ارسم ده على اساس كل الخطوط الموجوده عندي بتهربها على زال واحد او زال اثنين او خطوط عموديه، الارضيات، الفرش، التبنوهات، الحوائط، التقاطع الحيطه مع السقف، كل حاجه بتروح على ايه؟ على زال واحد وزال اثنين. واللقطه ديت واللقطه اللي فاتت ده المينيمم بتاعنا، يعني انت عاوز تزود زود، لو في وقت في الامتحان ينفع تزود ايه عن كده. طبعا في الفاينل في بعضنا بيلون، بيستعمل اقلام يوكن، بيستعمل الوان خشب، يعني عاوز تكمل على اللقطه طبعا كمل، بس خطوات العمل مش همسحها، تمام؟ خطوات العمل اللي هي خطوط المنقطة اللي بتوضح لي ازاي النقطة أو اللقطة متهربة، تمام كده؟ دي ما ينفعش تتمسح. طيب نشوف الإجابة. نرجع تاني اهوت للسؤال، بيقول لي من خلال المشروع التالي أعد رسم بضعف الأبعاد ثم ارسم الظل والظلال الواقع على الواجهة الأمامية ومسقط الإيه الأفق. قلنا أول حاجة لازم أتخيل الشكل ده عامل ازاي. طيب عشان كده رسمت لك سكتش أب عشان تتخيله ازاي، عشان لسه لحد دلوقتي مش عارف أركب أشكال على بعضها، لازم يتدرب ويشوف اشكال كتير مره الفيجن مع بلان عشان يركب الاشكال ويشوف الاشكال بتركب صح في دماغه ولا لا. شوف كده الشكل هيجي يبقى شكله عامل ازاي ك3D. انا رسمته سكتش اب، اوكي، وكده بقى عباره عن 3D منظوري برسبكتيف، تمام كده. ادي ده غاطس وده بارز، ده غاطس ورجعت تعمل حيطه، بعد كده ده غاطس وديت الجزء اللي هو عباره عن جلسه شباك وهي كمان غطس، وده جلسة الشباك بس بارزة عشان كده جلسة الشباك ديت رمت على الحيطة أو تمام، أما الحيطة إن هو رمت على جلسة الشباك التانية، فلازم أتخيل إيه بيرمي على إيه. ده الجزء اللي هو يعتبر زي الكاب اللي فوق دماغي أو فوق الحيطة اللي هترمي ظل على الإيه، على الحيطة. ده الجزء اللي هو اللي فيه شكل أسطواني، شوف شكله عامل إزاي، وده التجويف اللي جاي نص دايرة، وده الجزء البارز نص دايرة، تمام كده. يبقى لازم انا اتخيل ايه الغطس والبارز عشان اعرف اتخيل ان الظل جاي بالشكل ده اهو. عايزك بقى تحط الصوره البصريه دي في دماغك كويس وتشوف بقى بعينيك الغطس والبارز، ها، والظل، ها، فين المكان المنور والمكان المظلم، تمام كده، نتيجه ان في عندي كتله بارزه رمت على الكتله الغطسه فرمى الظل بالشكل ده، هنا ده بارز فرمى الغطس بالشكل ده. يعني زي ما قلنا في حاجه اسمها ظل ذاتي وظل منقول، تمام كده، ده كله اسمه ظل منقول، وده ظل منقول من الكتلة البارزة، ده ظل منقول من الجزء البارز، الأسطوانة عليها ظل منقول من الجزء البارز وكمان ظل ذاتي هي رامية على نفسها، برضو الجزء الأسطواني ده فيه ظل منقول منها الحيطة وفي جزء منه في الأسطوانة نفسها ديت مظلم، تمام كده. مهم أوي أشوف إيه الظل الذاتي والظل المنقول أو الشيد والشادو، تمام كده أهوت. زي ما شرحنا وقلنا ان دايما عندنا في حاجه اسمها شيد وشادو او ظل ذاتي وظل منقول او ظل وظلال، زي ما درسنا كده في اول ايه، في اول محاضره. طيب هنشوف مع بعض كده، ما نشوف بقى الاليفيجن هيبقى شكله عامل ازاي. طيب قبل ما نشوف الاليفيجن هعرض لك تاني اهوت المنظور، يعني ما تخيلهوش في اللي فات اكيد ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله هتخيله بده،
على قد ما اقدر اهو بحاول ان انا اجيب لك كذا لقطه منظوريه عشان الصوره تثبت في دماغك. شوف بقى الجزء البارز والجزء الغاطس، ده غاطس ده بارز عن الحيطه ده بارز تمام، ده غاطس عن الحيطه ده بارز، ده غاطس عن الحيطه تمام. المهم تتخيل الشكل فين غاطس فين بارز. ادي الحل اهو، ده ده الحل اللي احنا المفروض نطلعه في الامتحان. شايف الخط ده اللي فينا وصله لحد الاخر بالنسبه لي صح كده؟ اهو ده وصل لحد الاخر، ده وصل لحد الاخر، ده وصل لحد الاخر، ده اللي فينا وصلنا ده لحد الاخر ما عملش الكسره دي بالنسبه لي صح، عشان بس ما يتخضش. يبقى في عندي ان هو الظل اهو موجود، اللي هو عندي المثلثات الصغيره ديت ها، نتيجه ان في عندي كتف في عندي جزء غاطس. طيب ليه ما عملتش كمان هنا؟ يعني ليه عملت هنا مثلث وما عملتش في الجزء ده مثلث؟ ليه ما عملتش في الجزء ده مثلث؟ ان الظل كله خلص الواجهه. بمعنى ايه؟ الظل ده مشي كده وطلع كده، فاصبح هنا بقى في عندي ظل ومكمل كمان فوق ظل. تمام؟ ده نفس الكلام اهو، مشي كده وطلع كده، فاصبح هنا المثلث بقى فيه ظل وفوق بقى عندي ظل. اما الظل ده خلص كله بشكل ال اسفلي، خلص كله فوق، فبالتالي في الارض هنا مفيش ظل. تمام كده؟ ده نفس الكلام، هيمشي كده وبعد كده يطلع راس. ده نفس الكلام، هيمشي كده ويطلع راس. ده نفس الكلام، ده نفس الكلام، هكذا. تمام كده اهوت. المهم قوي اشوف ايه الظل اللي هيكمل معايا تحت وفوق، وايه الظل اللي مش موجود تحت وموجود فوق بس، نتيجة ان هو خلص كله فوق. تمام كده؟ طيب خد بالك هنا انا مش راسم دوتة الكاب ده اهو، الجزء البارز ده اهو، لكن موجود في التمرين. تمام؟ فده انا هبدأ اوجد علاقة بينه وبين الدوتة عشان خاطر اعرف ارسم تمام ده وارسم ده، اوكي؟ فدي كلها هتيجي العلاقة بتاعت الدوتة الموجودة عندي تحت زي ما احنا عارفين وفوق. هرمي 5 مليون من تحت و5 مليون من فوق، واخد بالي ان خط الارض فوق غير خط الارض تحت. خط الارض تحت اللي هو الخط ده، بص كده اللي ماشي معايا ده الاوت لاين ده اهو، اللي لف معايا وكده مشي وبعد كده دخل وكده لف، ده اسمه خط الارض بالنسبه للايه؟ للبلان او نقطه الافق. اما خط الارض بالنسبه للواجهه، والخط الارضي ماشي معايا هورزونتال تمام، اللي هو ماشي معايا ده شايفينه؟ اوكي كده يا شباب. يبقى خط الارض فوق والخط الارض تحت، المسافه بين خط الارض ده وخط الارض ده قربت بعدت، ولا هيفرق معايا في الجهه في اي حاجه. ارجع تاني واكرر، كتير مننا بيغلط وينسى ويفتكر ان خط الارض واحد اللي هو موجود فوق ويمد الخط ده لحد هنا، نتيجه كده الاجابه كلها تطلع غلط. تمام كده يا شباب، يبقى خط الارض تحت غير خط الارض فوق، عشان كده الحاله تلعب بالشكل ده اهو. نبص مع بعض اهوت على الاجابه اهوت بتاعت المنظور ده اهو. زي ما انت شايف في عندي 3 نقاط هروب، والسلم بتاعي هيطلع بالشكل ده نتيجه 3 نقاط الهروب الموجوده معايا. تمام كده اهوت. طبعا النقطة التالتة ظهرت معايا عشان خاطر الميل اللي ماشي معايا ده اهو. تمام، يبقى أنف الدرجة ديت مع أنف الدرجة ديت مع أنف الدرجة ديت تمام، كلهم متصلين من خلال نقطة روب واحدة اللي هي دي. تمام كده يا شباب، يبقى أنا ظبطت فكرة القايمة والنايمة والقايمة والنايمة ديت من خلال نقطة الهروب التالتة ده اهي. طب اللي فينا أول مرة يرسمها أو كانش واخد باله، ده موجود عندنا في الكتاب بتاع المنظور المعماري بتاع كتاب الثانوية العامة اللي أنا اديتهولكوا، فكده كده أوريدي أنت شفته قبل كده اهوت، وفي بعضنا اشتغل عليه. واللي ما اشتغلش عليه قبل كده اهوت فرصه بقى اشتغل عليه في الشيت اللي هو الامتحان، يتحول بقى شيت احنا هنشتغل عليه في الايه في الايام اللي جايه. طيب دوت كل مطلوب مني هبدا ارسمه تاني، وده المينيمم في اللقطه بتاعتي. نفس الكلام اللي هو ده المينيمم في اللقطه بتاعتي، منظور عين انسان داخل 200 هروب زي ما انت شايف، هبدا ارسمه بالشكل ده اهو. كل الخطوط اللي موجوده عندي رايحه لزل واحد او رايحه لزل اتنين، الخط ده رايح لزل واحد، الترابيزه ديت تمام من فوق الكاونتر رايح لزل واحد، التابلو بتاعي راح لزل واحد ها، هنا الطبقة راح لزل اتنين وهكذا. هبدأ أرسمه، وده المينيمم بتاعي. تقدر تكمل أرضيات، تقدر تكمل تحط فرنيتشر فرش إضاءة تمام، كمل زي ما أنت عاوز، بس ده المينيمم بتاعي في اللقطة ديت، وبرده المينيمم بتاعي في اللقطة الإيه اللي فاتت. آخر حاجة بالنسبة لي تمام أهو، من خلال المشروع تلقى قاعدة رسم مضاعف الأبعاد ثم أرسم الظل والظلال الواقعة على الواجهة الأمامية والموقع العام، ملحوظة ترك مسافة بينية مناسبة ليكون ظل الموقع العام بالكامل على الارض. قلنا دلوقتي هبدا ارسم الايفيجن والسايد فيو والبلان، وهسيب مسافه كبيره بين الايفيجن والبلان عشان الظل كله على الارض. احنا قلنا هنرسم السايد فيو كعامل مساعد عشان اسقط منه، لكن مش هعمله ظل. طب عايزك بقى تتخيل ده 3 دي هيبقى شكله عامل ازاي. ده اول حاجه قبل ما احل، هيبقى شكله في 3 دي عامل ازاي؟ الغاطس والبارز، ده غاطس ولا بارز؟ ده غاطس، وده دي الحيطه العاديه، طب وده وده غاطس ودي الحيطه العاديه، وده بارز عن ده، فده هيرمي ظل على ده. تمام كده اهوت. المهم ان انا الشكل ده مع ده مع دوت يبقى في دماغي يكون لي صوره بصريه عشان اعرف اشوف ايه الغاطس وايه البارز، عشان اعرف احل. طب نشوف مع بعض بقى الحل. يبقى ادي الصوره في ال 3 دي هتطلع كده.
يبقى لو برسم 3D، شوف كده الظل ده على الأرض، ظل الكتلة على الجزء اللي هو جاي دوران، ظل الكتلة على الكتلة التانية، ظل البارز على الغاطس، شوف شكل الظل عامل ازاي، حاجة كده. زي ما انتم شايفين الجزء العلوي ده كله منور نتيجة الإضاءة طالت الأربع تمام أسطح، السطح ده وده 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 الإضاءة طالته، زائد ده برضو كله مضوء أهوت، الإضاءة طالته كله. لو مش متخيل ده هجيب الصورة على سكتش قبل متلونة، يا رب يكون دوت يعني ايه موضح شوية عن اللي فات. فأنا جبته هو مرتين عشان ايه اللي مش متخيل اللي فات يتخيل ده. يبقى هو ده الظل المفروض هيطلع، هيطلع في الواجهة وهيطلع في الايه في اللي اوت، خد بالك بقى. ها انا مش طالب منك ترسم منظور وترمي له الظل بالشكل ده، ان شاء الله قدام شويه حط ممكن اطلب منك حاجه زي كده. يبقى قدام شويه ممكن اقول لك ارسم لي منظور وظل المنظور ده على الارض وعلى نفسه تمام كده، يعني ايه المنظور والظل كمان. لكن انت في الامتحان كانت هي واجهه وموقع عام وظل الواجهه والموقع العام تمام. فانا بس بعرض لك ده عشان ده ممكن يجي في الامتحان بعد كده او في الشيت بعد كده يطلب منك، او عرضه لك برضه عشان تتخيله عشان تشوف بقى دوت هيجي ازاي في الواجهه وفي الموقع العام. حطه بقى ده في دماغك وشوف كده الظل جاي ازاي. هبدأ نشوف الاليفيجن ازاي الظل ظهر بالشكل ده اهو. بس انت بص كده الجزء البارز ده ازاي رمى ظل اهو، ها، وازاي الكتله دي رمت ظل مشي معايا كده، بعد كده طلع راسي، بعد كده مشي افقي، بعد كده طلع راسي، بعد كده مشي افقي بالشكل ده. ازاي الجزء دوت مظلل بالشكل ده، ازاي الجزء ده برضه نفس الكلام مظلل بالشكل ده. حطه في دماغك ايه الحل ده. يعني مش متخيل برضو انا جبت كذا لقطه اهوت. اللي فات كان عندنا في حاجه اسمها برسبكتيف، في حاجه اسمها ايزومتري. اللي فات كان ايه؟ اللي فات كان ايزومتري وده ايه؟ ده برسبكتيف صح. يبقى ده في نقط غروب وهو متهرب، ده عين طائر. اللي فات ما كانش فيه نقاط غروب، كان الطول قد العرض، الطول كلها متوازيه زي بعضها. يا رب يكون ده برضو مدينا التخيل وعمق عشان اعرف اشوف اللقطه بالظل بتاعها بالشكل ده. دي اهوت منظور عين انسان اللي فات كان عين طائر عشان برضو اتخيل اللقطه لو انا لسه مش متخيلها. ادي الحل بتاعي اهو، بص كده على الواجهه وبص الحل بتاعها وقارن ده باللي انت عملته. انا حطيت لك اهوت المنظور كمان عشان انت تتخيل، يعني انا الاصل في الموضوع انا قلت لك ارسم مبدا في الابعاد وبعد ما ترسمه حط له الظل اللي هو ده. يبقى في جزء بارز اللي هو ده هيرمي على الغطس اهو، شايف كده؟ لو انت مش متخيل بص على 3 دي، طبعا هرمي 45 وامشي افقي، موضوع سهل. نفس الكلام الفتحات، في عندي جزء غاطس عن الحيطه تمام، فبرضه هبدا ارمي 45 من بلان ومن فوق عشان اعمل الديزاين ده تمام. ده عملناه كتير. نفس الكلام اللي هو الدوران دوت، ها، نتيجه ان ده غاطس عن الحيطه، برضه هشوف السكنس ده تحت في البلان وهرمي 45 من جزء البارز الغاطس واطلع فيرتيكال، فاعمل الخط ده اهو وسنتر لاين هبدا انقله من بره لجوه وهفتح البرجل بتاعي وهعمل الدوران ده اهو. عارفين الحلول وعملنا حاجات زي كده كتير، لكن هي الواجهه ديت تجميع للتمارين المختلفه احنا عملناها. نفس الكلام الغاطس ده تمام، تمام ظل عليه من البارز تمام، الكتله البارزه ديت اثرت عليها في الجزء ده اهو، الحيطه ديت اثرت عليا مع الجزء الفيرتيكال ده اهو تمام. فدي كلها نتيجه البارز والايه والغطس اللي احنا بنشتغل عليه. الحل دوت ان هنا عندي في كتله بارزه وهنا كتله غاطسه، فده هيجي على دوت. طبعا انا بحل واجهه مع بلان او واجهه مع لي اوت، انا بس يعني ايه بقول لك المفروض التخيل بتاعي يجي كده، لكن خطوات الحل بالتفصيل هيبقى الواجهه مع البلان او لي اوت تمام. اشوف النقطه اللي فوق والنقطه اللي تحت وارمي 45 من فوق و45 من تحت وابدا اشتغل نقطة نقطة، فأجيب خطوط وخط خط فأجيب أشكال وشكل مع شكل أجيب حجوم تمام كده. يعني إحنا عارفين طرق الرسم إزاي وإحنا اشتغلنا عليها، بيسمعنا النهاردة لأول مرة هيبقى بقى لكل المحاضرات اللي فاتت عشان يستوعب الكلام إحنا بنقوله ده. بدأت تخيل إنه كان المفروض يطلع لك في الإجابة بتاعتك بالشكل ده. طبعا هنا في عندي الجزء ده كله مظلل نتيجة إن السلم عندي في الآخر قافل مع الإيه مع حوض الظهور، فهيبقى الظل هيطلع بالشكل ده أهو تمام، هيبقى في فيجن بالشكل ايه ده. طيب هنشوف مع بعض بقى اللي اوت. ادي اللي اوت اهوت، ده قبل وده بعد. طبعا انا ده عشان يترسم هيترسم دوت، فلازم ان يبقى في علاقه ما بين اللي اوت والواجهه، وامشي بخطوات واحده واحده لحد ما اوصل للاجابه ده. طبعا جزء البيرز ده هو اللي هو عالي بالنسبه لي في الثري دي اهوت، هيرمي ظل على الجزء الغاطس او المنخفض اللي هو سطح الكتله، وسطح الكتله دي هترمي ظل على الارض بالشكل ده اهو. الجزء بتاع السلم ده اهوت اللي هو جاي دوران هيرمي ظل على سطح الكتله وهيرمي ظل على
الارض. طبعا هو خلص كله على سطح كتله، لكن هو هيكمل معايا ان هو في الارض عشان يقفل الشكل كده. طبعا ده كله هيجي ازاي؟ هيجي من سايد فيو، عشان كده احنا رسمنا سايد فيو عشان خاطر اتخيل الفيلم هيجي ازاي. فده كله هيبان معايا من خلال السايد فيو. تمام كده يا شباب، دي النتيجه اللي انا المفروض اوصل لها، نتيجه ان انا هرسم الفيجن وارسم البلان واخد بقى تمام نقطه نقطه لحد ما اوصل للايه، للظل ده اهو. طبعا مش بشرح بالتفصيل عشان احنا انا عارف ان انت عارف ازاي تمشي بالخطوات واحده واحده، لكن في نتائج هيرجع بقى من الاول خالص يمشي المحاضرات بتتابع عشان يوصل للمرحله دي. تمام كده يا شباب، بس باكد لازم انت في دماغك تكون الكتله شكلها كده، ها لازم انت في دماغك تكون عندك التخيل ده، ولازم يكون عندك بشكل ابتدائي ان الظل هيطلع كده بشكل ابتدائي لحد ما تمشي وراه واحده واحده عشان توصل للايه، لده. الصح ان انا كنت المفروض ان انا ابدا ارسم الخط البار ده تقيل عشان تطلع عندي ده، اللي فين ما رسموش كده ورسم دوت ما عنديش مشكله، هي برضو وانا من البدايه هعتبرها صح. احنا كده خلصنا، احنا كده عرضنا حل امتحان الميد تيرم، وبقت ان انا عرضت لك صوره بصريه من خلال ان انا حولت لك ال 2D ل 3D، سواء كان 2D ريفيجن او 2D موقع عام. تمام، سواء كان 2D واجهه او 2D موقع عام، او تورك 3D تمام واجهه مع موقع عام مع الواجهه الجانبيه عشان في الاخر تشوفها على 3D شكلها عامل ازاي عشان تتخيل الظل عامل ازاي. يعني ايه الاجابه مش هتبقى اجابه غير متوقعه، يعني احنا الموضوع بالنسبه لنا لازم يكون متوقع، يعني احنا مش ماشيين بالخطوات في الاخر هتطلع نتيجه زي ما تطلع، لا لازم في الاول انا اركب الاشكال في دماغي ويبقى عندي اجابه متوقعه وهمشي ورا الاجابه واشوف اللي انا كنت متخيله طلع صح ولا لا. لو طلع غلط ابدا اعيد حساباتي، هو انا كنت متخيله هو الغلط، ها في حاجه كان في لبس في دماغي، ولا النتيجه بتاعتي ديت الاجابه بتاعتي فيها خطوات فطلعت غلط. تمام، فانا دماغي كمبيوتر لازم انا دماغي تحول الشكل 2D ل 3D، ودي تيجي بالتمرين. تمام كده يا شباب، فانا لازم يكون عندي اجابه متوقعه، هبدا ان انا امشي واحده واحده بالخطوات عشان اشوف في الاخر الاجابه دي هتطلع صح، اللي كان في دماغي دي متوقعه طلعت صح ولا غلط. لكن ما ينفعش امشي ورا الحل كده وزي ما تيجي تيجي. تمام، فدي حاجه باكد عليها. واللي فينا يعني اثر شويه في الامتحان، عندك فرصه اهوت هتبدا تشتغل عليه كشيت، هاخد الامتحان بنفس محتوياته سواء الظل او المنظور هشتغل عليه كشيت، وان شاء الله هبقى اسلمه بعد امتحان. تمام، بعد العيد ان شاء الله، العيد الصغير اللي جاي ان شاء الله هسلمه بعد العيد. تمام، وبعد رمضان كل سنه طيبين. لو في اي استفسار تقدر تسالني برضو، يعني باشمهندس معانا لو عندك اي استفسار ممكن تساله، فيعني ايه سواء بتسال المعيدين او بتسالني احنا معاك. احنا قلنا برضو هيبقى في بينا وبعض زي ورشه عمل وفي تواصل بينا وبعض، فانا هسال زميلي وزميلي يسالني فاحنا نكمل بعض. تمام كده يا شباب، مهم قوي ان احنا يحصل بينا وبعض تكامل عشان نجري عشان نلحق. تمام، واحنا كنا بنعمل كده احنا طلبه، انا فاهم حاجه بفهمها لزميلي وزميلي فاهم حاجه بيفهمها لي، فانا اخد ثواب كبير عند ربنا وهو ياخد ثواب كبير برضه، ويحصل بينا وبعض تبادل المنفعه. تمام، انا شاطر في حاجه وهو شاطر في حاجه تانية، كل واحد فينا بيبدا ان هو ايه يشرح لزميله عشان احنا كلنا في الاخر بنكمل بعض. ده ميزه قوه قسم عماره، يبقى ميزه قوه قسم عماره فكره التكامل، ان احنا كلنا بنشتغل مع بعض تيم ورك، وان احنا كلنا بنكمل بعض. مش فاهم هسال الباشمهندسين، مش فاهم هترجع لي بحيث ان انا ارجع تاني اشرح لك وارسم لك باذن الله اصلا. معلش انا على قد ما اقدر بحاول ان انا اتواصل معاك على قد ما اقدر، الوقت بتاعنا ضيق جدا 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 زي ما انت شايف، فانا بحاول اتواصل معاك بشتى الطرق، من خلال المحاضرات، من خلال بديك كتب ريفرنس، من خلال ان انا بشرح لك في الجامعه على السبوره، من خلال ان انا بسجلك بصوتي عشان اوصل لك في اي وقت تعرف تعيد وتزيد في المحاضره وتشوف بعينيك الحلول المختلفه اللي احنا ايه عرضناها. فيعني ايه زي ما انا بتعب بعمل مجهود، حاول انت كمان تتعب وتعمل مجهود قد ما تقدر. ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك، اتمنى من الله عز وجل يكون برضه في ميزان حسناتي. شكرا ليكم يا شباب، ورب نهارك واستفدنا استفاده كبيره من خلال عرض حل امتحان الميد تيرم اللي احنا ان شاء الله هنسلمه شيت بعد العيد. شكرا ليكم يا شباب، ونشوفكم دايما على خير. دكتور كمال الجمالاوي.